مرحبا. تركت الأمطار أضرار كبيرة ببلدات الضنية، والجهات الرسمية تعاطت مع هالظروف الاستثنائية بطريقة بطيئة جدا، وتسببت الأمطار بأضرار فاتحة من انهيارات لسقوف المنازل وحيطان الدعم بالأراضي الزراعية وتكسير أساطر المياه والعبارات، فضلا عن جرف السيول للتربة والصخور باتجاه المنازل. وتحركوا رؤساء البلديات لوضع تقرير بالخسائر وتسليمه للجهات الرسمية المختصة، على أمل أنه تتحرك السلطات بسرعة للتعويض على الأهالي لأن الشتوية صارت على البواب. كما هدد رؤساء البلديات بمنطقة الضنية بخطوات تصعيدية، منها تقديم استقالات جماعية إذا ما تم مساعدة الضيع المنكوبة بسرعة. بالعودة إلى طقسنا، طقس خريفي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة ورطوبة عادية، أما الهواء فمتوسط السرعة والبحر مائج شوي، حرارة 126. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ومجموع المتساقطات من أيلول حتى اليوم 81.4 ملم، بينما السنة الماضية عم بتسجل 37.8 ملم والمعدل العام 31 ملم. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 15 درجة، على المرتفعات 13، بالبقع 7 والأرز 4، وجولة أخرى على درجات الحرارة ببعض العواصم أو ببعض المناطق اللبنانية. خلينا نشوف سوا، 17 ببينو بعكار، جيران 28، العربانية 27، الحمرة 29، المختارة 21، وعلمان 29، أما صورفة 28، وبنت جبال 25، نبطية 24. ننتقل إلى ترشيش 24، الديمان 15، والهرمل 27. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و70%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية شرقية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 16 أدناها أقصاها 29، نهار الأحد بتتراوح بين 16 و28، ونهار الاثنين بين 15 و26 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 27، عمان 25، والقدس 24. ننتقل من بعدها إلى الجزائر 28، والرباط 26، ومننهي مشوارنا بروما 21. هيدا كان كل شيء. باي.